تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم المتميزين، شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة حفلا لتكريم عدد من القضاة والمستشارين ولفيف من أساتذة القانون ممن حققوا تميزا عن جدارة في عملهم خلال عام 2023 من مختلف الجهات والهيئات القضائية. أنتهز هذه المناسبة القيمة لأتوجه بالتهنئة باسمي واسمكم إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بمناسبة فوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية، في أبلغ دلالة على وعي الشعب المصري وانحيازه لمسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الأمن القومي المصري، وتقدير الشعب للجهود الجبارة التي يبذلها سيادته في مختلف المجالات من أجل حماية الشعب المصري وتأمين الدولة المصرية. إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شؤون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعنى بكافة أطراف هذه المنظومة، فقد وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها، كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية. منح المكرمون شهادات تقديرية موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا من المستشار عمر مروان وزير العدل، تقديرا لدورهم في صون المجتمع وحماية قيمه وهويته من خلال تحقيق العدالة الفاعلة والناجزة وسط اختلاف وتعدد عناصر تميزهم. الحمد لله تكريم بتوقيع السيد معالي رئيس الجمهورية وبتسليم السيد معالي المستشار وزير العدل، فالحمد لله يعني دي أهدي التكريم دي الوالدين وزمايلي ومستشاري النيابة الإدارية بأسيوط ومشايخي وأساتذتي. أنا سعيدة جدا أن أكون من ضمن المكرمين النهاردة ضمن القضاة المتميزين، طبعا بالنسبة لأنه تكريم من سيادة الرئيس وتكريم من السيد وزير العدل ده مهم جدا وبيدفعنا دايما أن احنا نحسن من أدائنا ودايما نقدم أفضل أداء. طبعا شرف كبير لينا جدا اهتمام سيادة رئيس الجمهورية بالقضاء، بالإضافة لشكرنا لسعادة النائب العام وسعادة وزير العدل لتشرفنا بهذا التكريم، وبإذن الله في المرحلة المقبلة احنا هنبذل قصارى جهدنا لتحقيق مزيد من التقدم ومزيد من العدالة الناجزة بإذن الله. هذا التكريم هو عيد بالنسبة لي في شخصي وبالنسبة لجميع القضاء، ونتوجه بالشكر لمعالي وزير العدل على ما قام بهم التكريم في هذا اليوم، ولفخامة رئيس الجمهورية على تكريمنا والتوقيع على شهادة التكريم والتقدير في هذا اليوم. تكريم المتميزين من القضاء يأتي وسط جهود الدولة الملموسة ودورها البارز في سبيل خدمة العدالة والنهوض بالقضاء في مختلف صوره لإقرار الحقوق بين المتقاضين وترسيخ السلام المجتمعي. تكريم لم يكن الأول من نوعه على مستوى القضاة المتميزين، فهو ثناء على تأدية رسالتهم بكل تميز وتحفيزي لغيرهم من الزملاء على بذل الجهد والسير على ذات الدرب. محمد عادل، إكسترا نيوز.